نقطة في منتهى الأهمية. معايا كمان في نقطة مهمة أيضا، في مباريات كثيرة تقام الآن بالنهار تحديدا الساعة 4 ودرجة الحرارة عالية جدا والأمور صعبة جدا. نفهم تأثير ده ونفهم كمان الوضع بالنسبة لدرجات الحرارة الفترة القادمة هيكون عامل إزاي، عشان نطمن كمان على لاعيبة كل الفرق في كرة القدم المصرية. معايا الدكتور محمود قياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بيك يا فندم. طمنا الاول بشكل عام على الاجواء، الاجواء حاره جدا، كلنا نعاني في هذه الاجواء، الامور دي مستمره معانا لفتره كبيره جايه ولا ان شاء الله تنكسر الموجه الحاره دي قريبا؟ هو فعلا احنا بنشهد درجات حراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لكن بقيم متفاوته. يمكن طول شهر يونيو ده درجات الحراره ما انخفضتش عن 36 بالنسبه للقاهره الكبرى وما انخفضتش عن 44 بالنسبه للمحافظات الجنوبيه، بالفعل كلها درجات حراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه بشكل ملحوظ، لكن زي ما قلنا كلها بنسب متفاوته. طول الاسبوع ده لحد يوم الجمعه ان شاء الله درجه الحراره العظمى على القاهره بالمناسبه اللي بيتم تسجيلها فتره الظهيره بتكون في حدود ال 38 ل 40 درجه مئويه على بعض المناطق، ودي بالفعل درجات حراره مرتفعه بشكل كبير. كمان ارتفاع نسب الرطوبه ده بيخلينا نحس بدرجات حراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه، فدي مستمره معانا ليوم الجمعه ان شاء الله. يمكن من يوم السبت هتبدا تنخفض درجات الحراره شويه، مش انخفاض كبير، هو انخفاض طفيف بمعدل درجتين لثلاثه، هتكون العظمى على القاهره ما بين ال 36 ل 37، دي برضو اعلى درجه حراره اللي بيتم تسجيلها فتره الظهيره، مع ارتفاع نسب الرطوبه بالفعل اللي هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. طيب فندم، انا بسمع دايما الجمل اللي هي من نوعيه تجنب اشعه الشمس من الساعه كذا للساعه كذا، من الساعه كذا للساعه كذا دي اللي هي بتبقى كام؟ يعني بتكون فتره الظهيره اللي هي بيكون فيها الاشعاع الشمسي في اعلى درجاته. بنتكلم من واحده الظهر تقريبا لحد الساعه 4 او 5 العصر. من الساعه 4 للساعه 5 العصر. احنا في كره القدم في الدوري المصري تقام بعض المباريات او كثير من المباريات الساعه 4، هل ده يسبب اي خطوره على اللاعبين؟ هو الحقيقه طبعا احنا دايما بنصدر توجيهاتنا للمواطنين العاديين بتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات طويله اثناء فتره الذروه دي، واللي بيضطر طبعا للنزول لاي دواعي بننصحه بالتاكيد باتباع بعض التعليمات، شرب كميات كبيره من الميه والسوائل على فترات معينه وارتداء غطاء للراس. لكن بالنسبه للاعبي كره القدم تحديدا الامر بيكون مرتبط بامور ثانيه، فده احنا كجهه معلوماتيه بتطلع نشرات ومعلومات عن الحاله الجويه، بيكون الامر متروك للفريق الطبي وللاداره الفنيه للانديه هي اللي بتقدر تحدد التعامل ازاي. وبوجه عام بيكون الفريق الطبي عنده بعض الارشادات او بعض الامور المتبعه نتيجه بيانات الارصاد الجويه بيبدا ينفذها مع اللعيبه، ابرزها انه بيبدا يمرنوا بشكل تدريجي وتصاعدي على الفتره اللي هيلعب فيها تحت اشعه الشمس قبل موعد المباراه بحوالي اسبوع تقريبا ل 10 ايام. فالامر كله بيكون متروك للفريق الطبي والإدارة الفنية بناء على المعلومات اللي بتقدمها الأرصاد. أنا بس تحملني في هذه الجزئية عشان أنا برضو عايز أفهم وأتأكد من شيء مهم. هل في وقت من الأوقات ممكن أنتوا تبعتوا أو الرابطة أو الاتحاد أو لجنة المسابقات تبعت تستأذنكم أو مش عفوا تستشيركم في أمور معينة تقول لك والله إحنا محتاجين نأجل المباراة النهاردة ولا مش محتاجين؟ انت ممكن تقدم النصيحه في هذا الشهر تقول له لا والله درجات الحراره النهارده مرتفعه جدا واشعه الشمس قويه جدا فبلاش تقام مباريات الساعه 4، ولا ما بيحصلش اصلا التواصل ده؟ هو بمساله التواصل مع اي جهه في الدوله ده امر وارد. الهيئه هي هيئه خدميه بتقدم خدماتها لكل اجهزه الدوله من رئاسه مجلس الوزراء مرورا بالساده المحافظين وكل الهيئات والجهات اللي بتعتمد طبيعه عملها على بيانات الارصاد الجويه، لكن نقدم لجهه معينه ادي اجازه او لا تسمح باقامه شيء معين بيكون الامر مطروق داخليا ليها، احنا فقط بنقدم المعلومه من حيث الارصاد الجويه من حيث بيانات الطقس والمناخ درجات حراره نسب رطوبه كميات امطار نشاط رياح، بيكون ده طبعا القرار النهائي في ايد الجهه اللي في ايدها القرار او في ايدها اقامه المباراه من عدمه. هل في اي جهه من جهات كره القدم في مصر سواء رابطه او اتحاد بعت استفسر على اي شيء منكم قبل كده ولا ده ما حصلش؟ اكيد حصل قبل كده في تاريخ الهيئه، لكن اعتقد الفتره الحاليه
لم ترد الينا المشهوره دي او طلب المشهوره دي، لكن احنا بوجه عام يوميا بيتم اصدار نشراتنا بتروح بدايه لكل الجهات زي ما اشرت لحضرتك، بتبدا من غرف الازمات او غرفه اداره الازمات الموجوده في رئاسه مجلس الوزراء وغرف الازمات الرئيسيه في المحافظات. فوارد جدا يكون اتحاد الكره خاطئ احد الجهات دي او اي اداره ازمه في محافظه من المحافظات. احنا بالفعل بنبعت لهم بشكل روتيني وبشكل يومي الحاله الجويه، فمش لازم يكلم الارصاد بالظبط، ممكن يكلم اي جهه من الجهات دي. دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه لارصاد الجويه، بشكرك شكرا جزيلا.